يقول إمام في قريتنا يكتب التمائم بكتابة غير واضحة تماما ويدعي أنها من القرآن، هل يجوز أن نصلي خلفه؟ يشترط في كتابة القرآن لأجل محوه بالماء وشرب الماء، اشترط أن يكون باللفظ العربي الواضح، ولا يكتب كتابة لا تقرأ، هذا منهي عنه أنه يكتب كتابة لا تقرأ، يكتب الآية كتابة واضحة يقرأها القارئ لئلا يدخل شيء ما يعرفه الناس من الشركيات أو الخرافات، هذا لا يجوز له. أما الصلاة خلفه فإنك تنهى عن هذا، فإن انتهى وإلا لا تصلي خلفه من أجل أن يرتدع.